SQL بتضيف لي خدمة لطيفة اللي بنسميها Case Statement. لو فرضا أنا عندي كولوم موجود فيه الكلمات برموز، زي مثلا الجندر برموز له بالميل وفيميل، برموز له M و F بدون الكلمة كاملة. فأنا كيف ممكن أعرض النتائج بكلمة كاملة بدل ما يعرض لي برموز لو أنا بدي أعمل كويريز مختلفة على هذا الكولوم؟ هلا الكيس ستيتمنتس بتوفر لي هاي الطريقة، وفي كمان طريقة تانية اللي هي الاف ستيتمنت. فالفرق بين الاف والكيس انه مثلا في الاف ممكن اضيف فيها conditional واحد بس، يعني انا بستخدم الاف لما يكون في عندي conditional واحد او شرط واحد بدي اضيفه واستعلم عنه. ولكن الكيس ستادي او سوري الكيس ستيتمنتس تفيدنا انه احنا نعمل multiple condition، وانا بجهز في موضوع SQL. خلينا نشوف مثال هلأ على الورك بنش في الموضوع هذا لحتى نشوف أو نكون قادرين وعيين شو هو الكيس بالضبط. نطبق هالكيس بشكل بسيط في موضوع الجندر، ونقول مثلا هعمل select على هعمل select على الامبلي نمبر مع كمان الـ first name مع الـ last name، first name والـ last name، وبدي أخذ الجندر. ولكن في الجندر بدي أضيف له فكرة أو موضوع الكيس اللي هي الجندر، بدي اجيب الجندر. بس انا لما بدي اعمل سيلكت على الجندر بدي اياه ما يرجع لي الجندر اف وام، يرجع لي اياه هوم في كلمات معينه، تمام؟ فبقول له الجندر اللي هو بدي في الجندر هذا وين لما بيكون ام حرف الام موجود، جيب لي اياه ك ميل. وبس يكون يعني اشي تاني كانك بتضيف برمجة عادية، اي اشي تاني بدك تجيب لي اياها كفي ميل، تمام؟ والان تبع الكيس هذا بدك تضيفه as gender، وهذا الشيء رح تجيبه من الامبلويز تابل. هلا نعمل فورماتنج عليهم وسوري هنا سيمي كولوم، تمام؟ فهلا خلال الكيس انا بدي اجيب الامبلوي نمبر والفيرست نيم واللاست نيم واجيب الجندر. بس الجندر هاي بديك لما تجيب لي اياها ما تجيب لي اياها ام واف، بدك تجيب لي اياهم ميل وفيميل عن طريق او من خلال الكيس ستيتمنت. الكيس ستيتمنت بدخل لها الكيس وبعطيها مين هو اللي بدك تجيبه او عنوان الفيلد او عنوان الكولوم اللي هو الجندر، وقلت له لما تكون ام اخليها ميل واي شيء ثاني خليها فيميل واند از جندر. فهلا فيك تشغلهم أو تعمل إكسكيوت عليهم. بلاحظ إنه حصل لي على كل الداتا ست الموجودة، مع إنه جاب الفيرست نيم، جاب الإمبلوي نمبر، الفيرست نيم واللاست نيم، وجاب لي الجندر مثل ما إحنا شايفين ميل وفيميل، مش كانت حروف مختصرة F وM. وهذا الإشي اللي ضافته حركة الكيس اللي إحنا ضفناها. هلا الكيس هاي ممكن اضيفها مع الليفت جوين، مع الرايت جوين، مع الكروس كروس جوين والى اخره. خلينا نشوف حاله ثانيه لموضوع الاف، لو بدنا نطبق نفس المثال ولكن في حاله اف مش في حاله كيس. خلينا نشوف هلا اللي بدي اعمله في الاف، الاختلاف اللي حيحصل خلينا اعمل له كوبي بيست انا واضيفه في ويري جديد
واضيف واغير الشغلات اللي بتناسب. بدي اجيب الامبلوي نمبر والفيرست نيم واللاست نيم ويجيب لي الجندر بس عن طريق الاف. فبدي اخلي الاس جندر مثل ما هي انا بتلزمني، وبدي اياه يجيب لي اياهم عن طريق الاف. وبالكيس هلا ما بتلزمني، بدي اياها حالة الاف، عم بدي اقول له اف، والاف طبعا بتاخد برانثيسز. في البرانثيسز هذا بدي اقول له في عندك جوا حاجة اسمها جندر اللي هو الكولوم، تمام، الموجود عندك في هذا في الامبلويز. في حالة هذا الامبلويز كانت عنده ام، تمام، بدك هذا الشرط الكونديشن ترجع لي اياها ميل. وفي حالة ما كانت ما تحققت الشرط بدك ترجع لي اياها فيميل. وهلا بدك ترجع لي اياها as gender، تمام، وتجيبها from employees. خلينا نعمل formatting عليهم، تمام. بالتالي هو نفس الكويري ولكن انا هطبقه على او عن طريق الاف بدل طريقة الكيس statements. اوريدي جاب نفس الروز نفس العدد وجاب لي نفس النتائج في الشكل، انه جاب لي اللاست نيم والفيرست نيم والجندر ميل وفيميل تماما مثل ما حصل لي او ما جاب لي النتيجة في خلال استخدام الكيس. وهذا هو الفرق ما بين او انه كيف احنا بنستخدم كيس وكيف احنا بنستخدم موضوع الاف ستيتمنتس. كان هذا اخر موضوع بنحكي فيه عن الـ SQL بشكل عام، واللي ورينا فيه من خلال شغلات كتيرة بمستويات مختلفة، وهذا الشيء بخليك جاهز لانك تكون قادر على انك تعمل كويري مختلفة او تعمل بروسيجر او كيف تتعامل مع عملية الكويريز على الداتابيس تبعك اللي بتكون موجودة من خلال الـ SQL. طبعا هذا مو كل شيء ولكن هذا الأساسيات والأهم شيء وانت بتتعامل معه، بضل انه عليك تعمل براكتس اكتر في الموضوع. بالتالي كل ما كان في ممارسة اكتر او عملية استعلامات ضمن شروط معينة، ضمن كيس ستادي معينة، يعني مثلا شو الشروط اللي انت بدك تجيبها من اي ديبارتمنت، شو مواصفات الموظفين اللي بدك تجيبهم، الديت حيحكمك، الكاونت حيحكمك، والاشياء هاي بتحتم علي او كثرة ممارستها بتخليني اكون اسرع في عملية كتابة الكويريز وفاهمها. ولكن الكيوردز الاساسيين واللي بلزموني في كل الكويريز اللي انا بستخدمها هي فعليا تم تغطيتها بالاضافة لفكرة البروسيجر والفانكشن والفاريبل. اي ثينك هيك الاشياء الاس كيو ال واضحة تماما. اذا كنت بتستخدم حتى برامج تانية أوراكل أو إلى ذلك بيكون برضو في تقارب في المنطق على اختلاف بعض الكلمات أو بعض الأكواد، ولكن المنطق هو واحد في عملية الكويريز. وهذا هو بالنسبة لموضوع الـ SQL. في السكشن الجاي رح نحكي عن أو البارت الجاي رح نحكي عن التابلو، وهو واحد من أهم الأجزاء اللي هتكون داخل هذا الكورس.